زدنا الباندويث ل10 والفريكونسي اللي بدنا نعملها سكيب هي 25، راح من 15 ل 35 راح يعمل سكيب، بنزيدها تدريجي وصل 15 السبيد راح تثبت. هلا عم نزيدها، راح يزيد الزيادة فجائية لما يوصل 35. هلا وصل 35، إذا نزلنا ما راح ينزل لحد ما نوصل ل 15 وثبت عليها.